داود، محمد الهدهود الكرة معه يلعبها ناحية فراس الخطيب، يا سلام بمر بيعدي نفسه فراس الكرة محطوطة في الجول، الله هو فارس، هو زاوية اختار الزاوية على طول لعبها على يسار وليد الرشيدي ليعلن نادي السلمية ويضرب بقوة الحقيقة في شوط المباراة الأول. يعني ما مدى نادي التضامن الحقيقة يلتقط أنفاسه في هذا